ما شاء الله ابراهيم اسبرينا كوبايه ميه اوام. ايه الحكايه؟ حكايه؟ مصيبه كبيره، مصيبه سوده. يا ندمتي جرى ايه؟
لعيلة لعيلة بنت سعد الباشا. مالها؟ طبت يا ستي طبت. يا لهوي طبت من ايه؟ من سلم؟ من شباك؟ لا لا من عربية؟ من حصان؟ طبت في الامتحان في الامتحان. سقطت؟ ايوه يا ستي سقطت. اتفضلوا الجرنان اهوت. لا حول ولا قوة الا بالله. يخسرت تعبك يا ليلى، يخسرت سهرك يا ليلى. تعبك يا ليلى وسهرك يا ليلى ما كانش في الدروس، كان في اللعب والجري والنط والرقص والغنى وركوب الخيل والكلام الفارغ. نهايته هي بلوى والسلام. يا اخويا ولا بلوى ولا حاجه بعد الشر من البلاوي. قال يا صياد رميت الشبكه. طلعت ضفدعه ما طلعتش سمكه. سمكه ايه؟ ايش جاب السمكه والضفدعه للامتحان؟ ما انت كمان يا مرزوق افندي مهولاتي ومهوشاتي على الفرق. ايه؟ نجحت ولا سقطت؟ يعني كان الباشا منتظر منها ايه؟ وظيفه؟ ما هي؟ ما هي هي هتفضل زي ما هي، يعني تخضنا وتحل ركابنا على الفاضي. عظيم، حس انها فارغه. اتفضل حضرتك وبلغ الخبر لسعاده الباشا. مين انا؟ طبعا في حد هنا اقرب للشا منك، فراشه الخصوصي من 40 سنه بتقلعه وتلبسولك عليه وش. وش ده؟ انا وشي كان حيطير امبارح ساعه ما حدفني بالكوبايه اللي بس بلغته ان العمده اللي رشحه سعادته سقط في الانتخاب. اذا يبقى البركه فيك انت يا ستي ما شاء الله. لا حضلها يا سغاده بالله، ابعد عن ستي ما شاء الله. ابعد ازاي؟ ده انت هنا الكل في الكل، ده دي ستي ليلى. ما تكيفوش الا قهوتك، ما تروقوش الا ضحكتك، يبقى تبليغ الخبر شغلانه حضرتك. حضرتي ليه؟ تطلعوا يا رجاله من المواقع وسيبوها للمدخل. طب بس ما تكملوش الموال، انا هبلغه امري الى الله. طبعا تبلغه، مش حضرتك السكرتير بتاعه؟ اه سكرتير الهم والقهر. ومد الايد بقى 30 في الشهر. ده هو كسول يا مرزوق افندي. استلقى وعدك يا مرزوق افندي. ده الباشا النهارده هيكسر دماغك يا مرزوق افندي. اسعد الله اوقاتك يا سعاده الباشا. انا جايب لسعادتك خبر. انما انما ايه بطل؟ والله شوية كده يا سعادة الباشا. إذا اكتموا اكتموا أحسن، أنزل أكتم أنفاسك وأكسر رقبتك. حاضر يا فندم. سلام عليكم. أنت رايح فين يا راجل يا مربي؟ استمعني هنا، بصيلي فوق. والخبر ده عن مين؟ عن الهانم الصغيرة يا فندم. ليلى؟ أي نعم هي ستي ليلى. هي إيه يعني إيه؟ سقطت في الامتحان. ده أنت نهارك أسود وزي الدم. أنا برضه شايف كده يا سعادة الباشا. وسقطت في إيه؟ في اللغة العربية. الله ينكر عليك يا وش المصايب، يا هراب البين، الله ينكر عليك. علمك يا سعادة الباشا، هو أنا اللي كنت امتحنتها يعني. علمي؟ أنا نازلك حالا، أنا هنكد عليك. ده أنت نهارك زي الحبر النهارده. الله الله، ألتفت باللغة العربية يعني. باللغة العربية، الله الله. الله الله، ما شاء الله. اللغة العربية، اللغة العربية يا راجل. المسألة بسيطة يا سعادة الباشا، عندها ملحق. هتنجح فيه ان شاء الله. هتنجح انت؟ هتنجح ازاي يا راجل؟ قول لي فهمني هتنجح ازاي. بس حلمك عليا يا سعاده الباشا. حلمك علي؟ حلمي عليا؟ حلمي. اتفضل اتفضل عني، كلم قول. اتفضل حلمي اتفضل. ازاي صحه سعادتك النهارده؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. مالك انت من صحتي يا راجل؟ اتكلم اتكلم قول. حاضر حاضر بقى يا سعاده الباشا. المساله اني انا اعرف واحد مدرس، مدرس لغه عربيه، انما عظيم جدا، رجل كامل، اسمه الاستاذ حمام. حمام؟ ايوه فندم حمام. تعرف سعادتك لو جبناه شهر واحد بس، دي مش هتنجح في اللغة العربية، دي هتشرب باللغة العربية، هتنام باللغة العربية، هتعيط باللغة العربية، هتعطس باللغة العربية. كويس خالص. اتفضل سيادتك، واوعى ترجع البيت هنا هو الا ومعاك الاستاذ فراخ بتاعك. الاستاذ حمام يا سعادة الباشا. فراخ حمام وزرته وانا حاجله. اتفضل قدام. يلا يلا اتفضل. وترجع هنا هو تدور عليا، انا فوق الشجر. يا فوق الشجرة دي، يا فوق الشجرة دي. بص يا بنتي تويه، بص كملي انتي. ودخل الثعلب يحتال في كبريائه. بصي كويس، فتحي عينك. ودخل الثعلب يختال في كبريائه. اهو كده يختالوا مش يحتالوا. يحتالوا يعني داخل ينصب، انما يختالوا يعني يسهو فخرا، يعني يمشي معجبا، يعني منفوخ، يعني فرحان بروحه قوي. انت فاهمه؟ ايوه يا فندي، يعني ماشي يتأمع. مظبوط، ماشي يتأمع. ولو نتأمع دي الفاظ طباخين، ما تأمعش الا البنيه والفاصوليا، لكن ماشي يتأمع. أمعكم عفريت ازرق. اقعدي كملي انت. فتح
فتى فتى فتملك الغيط من الاسد. ايه؟ فتملك الغيط من الاسد. تملك الغيط؟ ايوه يا فندم، مكتوبه كده. مكتوب كده ازاي؟ تملك الغيط؟ في اسد في الدنيا بيملك غيط؟ ليه؟ اسد ايه؟ من اعيان؟ اسد صاحب اطيان؟ فتملك الغيظ من الاسد. الغيظ يعني الاسد كان حيفرقع عن الغيظ. بصي يا بنت انتوا، هي حب على ايه؟ على خيبتكم السوداء؟ ايوه صحيح يا بنات، انتوا مقولين لك الادب. اهدى، اتفضل يا استاذ، رايح الكرسي بتاعك. اتفضل. لا انا مبسوط كده، ثم انا ما كلفتكيش تشتميهم على لساني. انت اللي قللت الادب. اقعدي. لا كيف؟ اقعدي. حاضر. كمل انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له لكن يا فندم. نعم، ايه تاني؟ هو الاسد بيتكلم؟ ما بيتكلمش، لكن وزاره المعارف عايزاه يتكلم. الاسد بيتكلم. اقعدي. خلاص خليه يتكلم. كمل انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له يا ابله. ابله؟ الاسد قال للثعلب يا ابله؟ مكتوب كده والله. الله يقصف عمرك. يا ابله يعني يا حمار يا مغفل، مش يا ابله. وعند الحالات في عبلة وتيتا وحمبل وطنط. عادي عبلة. كمل انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له يا عبلة ويلك ويلك ويلك. بصي احسن اطيحكم ادبحكم واحدة واحدة. ويلك ايه يا بنت انت؟ ويلك ويلك يعني نهارك اسود يا ثعلب، نهارك منيل يا ثعلب. زي النهار اسود ومنيل معاكم. ايه دي؟ دي حاجة الناس بتبعتها لحضرتك. بعتها لحضرتي؟ ليه؟ عشان ايه؟ حضرتك سيدي يا استاذ حمد. سلمى حضرتك. يا! تعالوا. ويوسف. يا استاذ حمد. أنا كنت فايت بره وسمعت اللخبطة البطالة في المطالعة بتاعتك دي. بصراحة أنا مش مبسوط أبدا. واحدة واحدة يا حضر الناظر، كتر خير الدنيا. أنا استلمتهم عدمانين قوي، دول ما كانوش بينطقوا عربي خالص، دول كانوا زي أولاد الأرواب. لا لا لا، أنا عاوز نتيجة أحسن من كده، اتفضل استمر في الدرس بتاعك. حاضر يا فندم. قال له ويلك، كملي. قال له ويلك. يا أستاذ حمام. أفندم. إيه العلبة دي؟ يا فندم دي العلبة اللي سعادتك بعتها لي. أنا بعتها لك؟ ليه؟ غاويك أوي بهديك بعلب؟ يا فندم العفو، هما البنات اللي قالوا لي كده. الفصل كله حبس 3 ايام ومن غير لك. بس ثم لازم البنت الملعون اللي عملت الفصل البايخ ده وحيدها سودة. اهو كل يوم بتلاحظ النظر. امبارح حطولي في جيب الجاكيتة فار كاوتش مربوط بدبارة بنديله. لانك مهزأ، لو كان لك احترام في عينيهم ما كانوش يلعبوك كورة. انت مسخة، انت ما تنفعش المدرستي، انت مرفوض. لكن يا حضرة النظر. مرفوض، تعال سلم عمتك. يا حضرة النظر. مفيش حاجة. ازاي الحال؟ مبسوطين دلوقتي؟ ادي احنا بقينا في الشارع، ادي احنا بقينا في الغيط، كويس كده؟ يا خسارة يا خسارة. خسارة في حبايب عينيكم. لا حول ولا قوة الا بالله. روح الله يخرب، لكن يخرب ايه؟ ده خرب بيتي انا. روح الله يسامحكم. انت شهريتك 600 قرش، النهارده 10 منه تستحق 200 قرش، ساحب 175 باقي لك 25 اهم. كتر خيرك، بس لو تسمع سعادتك. مع السلامة. ما هو بس اتفضل. لكن نهارك سعيد. سعيد سعيد قوي. ما هو هيبقى سعيد اكتر من كده. اهلا بخبر اللي زي الزفت ده يا استاذ حمام. معلش اسمع. صدق بالله فراقك اثر عليا قوي، الدموع هتفر من عينيا. انت ابن حلال، انت اصيل، كتر خيرك. الله يحفظك. ليله 22 قرش سجاير وقهوه. ايوه صحيح. خد ادي ورقه ب 25 قرش. ياخد دوك، ما تعملش هم، من ارزاق على الله. مع السلامه يا استاذ. مع الله السلامه. الله يسلمك. بس ثلاث ازاق ما خدناش ثلاث ازاق. مفيش فايده. بعدين مع السلامه يا استاذ. مع السلامه. استاذ
استاذ حمام، استاذ حمام ابن حلال مصطفي، انا جاي لك مخصوص. تعال بقى يا سيدي، انا عاوز مني. عايز مني ايه انت راخر؟ خلاص التلاته ساغي اللي كانوا فاضلين من الماهيه. ماهيه ايه؟ تعال معايا. سيبني في حالي، سيبني في غلبي. فين مالك؟ في ايه؟ اترفدت يا سيدي. ليه؟ عشان ايه بقى؟ عشان ادوخ في دنيتي، عشان بالي ما ارتاحش بواحد، عشان حظي كده. حظ؟ حظ ايه يا شيخ؟ ده كلام يقوله راجل زيك، راجل فاضل. فاضل وبقى فاضل مصيبه في الدنيا ما حولتش ناحيتي. بلاش اوهام امال. مش اوهام، انا كده، انا حياتي كلها كده. انا من كام يوم نفسي هفتني على اكل السمك. كويس. خدت بعضي ورحت على حلقه السمك وقلب دور، قلت 5000 10000 سمكه لحد ما لقيتني واحده استلطفتها. ايوه انت حاكم تفهم في السمك قوي 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 قوي. جت من الفرن بتهفف واتشمرت انا وابتديت امزبز فيها. بالهنا والشفا. استنى، وحصل هنا ولا شفا؟ الله، امال حصل ايه؟ حصل تسمم. ازاي؟ انت مش تسمع عن السمك اللي نبهت عليه وزاره الصحه؟ قريت عنه في الجرايد، اللي بيسمم الناس ده. اهو اول سمكه ظهرت في مصر من النوع ده كانت اللي نقيتها بايدي انا من وسط 10000 سمكه شرطا كلهم سلام. مرزوق افندي. ايه مالك؟ انا شايف نفسي زي اللي مخضوض شويه، موهوب. من ايه بس؟ ساعه الباشا ده اعرف اكلمه ازاي؟ اقابله ازاي؟ زي كل الناس يا اخي. هو انا ما سبقليش قبل كده خدت وديت مع جنس باشا في حياتي ابدا. بلاش اوهام فارغه بقى. الباشا بتاعنا في منتهى اللطافه، في منتهى الوداعه. الحمد لله. تعال معايا، تعال. وبنته جميله هانم. ما اسمهاش جميله، قلت لك ليلى. أيوه. اسمها ليلى. أيوه ليلى. اتفضل اقعد هنا، الباشا هيجي دلوقتي عشان يتفاهم وياك. ربنا يستر. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اتفضل استريح يا فندم. العفو، استغفر الله. جنابك تحبها جنسها ايه؟ هي مين يا فندم؟ القهوه. قهوه؟ والله يا سعاده الباشا انا سعاده الباشا. لا لا، انا هنا مخصوص علشان اقدم القهوه. سعادتك هنا مخصوص عشان تقدم القهوه؟ ايوه. تشرفني يا فندم. ودلوقتي تحبها جنسها ايه؟ سكر كتير ولا سكر قليل؟ والله انا عاده بشربها سكر على الريحه، وده يعني من قله السكر. يبقى هنا خليها سكر زياده، زياده قوي. حاضر. الوجاهه دي كلها عشان يقدم القهوه؟ امال الباشا بتاعهم يطلع الجنس شكله ايه؟ التعليمات دي لازم تنفذها بكل دقة، أحسن بعدين تروح في داهية. المية لازم تكون درجة حرارتها 38.5، نص درجة زيادة فيها خطر على حياته. خد الروشتة دي تجيبها من الأجزخانة حالا، قدامك 5 دقايق بس وأنا مستنيك هنا. حاضر يا فندم. اتفضل اقعد، ما تزعجش نفسك. أنا كنت نسيت الروشتة بتاعت الحكيم. الواحد دماغه اتلخبطت ومخه انقلب. المرض بتاعه ده ورانا المر. ربنا يشفي يا فندم. البيه الصغير عظيم. بيه صغير ايه؟ ده الكلب اللي قدامك ده. حضرته؟ يا سلامته بعد الشر عليه. انا برضو لاحظت اول ما شفته انه لونه مخطوف شويه. يا اخي ده احسن من الاول، ده قعد 4 ايام ما يدوقش طعم الاكل. مسكين. ولو ان يعني في برضك ناس على قد حالهم يقعدوا 7 ايام ما يدوقش الاكل. ايوه ايوه، بس مش بالجسم الرقيق ده. ايوه صحيح، مش بالجسم الرقيق ده يا سعاده الباشا. سعاده الباشا؟ انت فاكرني مين؟ انا مش سعاده الباشا، انا بشتغل هنا موظف. حضرتك موظف؟ انا هنا مخصوص علشان الكلب ده. حضرتك هنا مخصوص عشان الكلب ده؟ ايوه. بس بس بقى يعني حضرتك بتاع ال ايوه. تشرفنا. أنعم وأكرم. العفو. وبتاخد ماهية على كده؟ 30 جنيه. بس؟ بس. لا حرام، قليلين أوي. وليه ما تطلبش إعادة نظر، علاوة، تنسيق؟ ضروري هطلب. إيه يعني 30 جنيه؟ ده أنا بوكله وأحميه وأفليه وأعلمه ولا بتوع المدارس. وهما بتوع المدارس يوصلوا ل 30 جنيه؟ وحضرتك بتشتغل إيه؟ لا أنا راجل على قد حالي، أنا بتاع كتب، أنا بتاع علم. بس؟ بس
أنا مكرم، عن إذنك بقى، اتفضل اقعد، نهارك سعيد. سعيد مبارك. تلاتين جنيه. أنا لو من 18 سنة بعلم كلاب كنت دلوقتي من الأعيان. أنا هدور عليها في الصالون. ودي ساعة تقريبا. يعني ما شفتش حاجة منطورة كده ولا كده؟ حاجة؟ حاجة ايه؟ اسورة الماز. لا الماز ولا صفيح، أنا من ساعة ما دخلت هنا ما اتنقلش في مطرحي. بس افتكر كويس، يمكن 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 ايه؟ يعني تكون شفتها وما خدتش بالك. ناسي؟ ناسي؟ لا لا لا، ناسي دي مش كويسة أبدا. أمال يعني راحت فين؟ طارت؟ بلعتها الأرض؟ أنا عارف بقى، اسألي الأرض أهي قدامك. أنت جاي هنا عايز مين؟ مش عايز حد، هما اللي عايزيني. عايزينك في إيه؟ عالم لغة عربية. لغة عربية؟ لمين؟ لا لبنت الباشا. أنت اللي هتعلم بنت الباشا؟ أيوة بنت الباشا. يعني بنت الباشا دي إيه؟ ومن بلبن من باستيليا، تلميذه خيبانه كسلانه صادت في الامتحان، هنجرها ونصنفر مخها ونخليها بني ادم. انت اللي هتصنفر لها مخها؟ ايوه انا. دي هي اللي هتصنفر عيشتك وهتطلعك من هنا ناطط فوق سبع حيطان. اسمع، انت مش لك عقل. اظن فاضل البواقي برضه. اهي هي هتطير لك البواقي اللي فاضله دي. تعمل حسابك من دلوقتي على الجنان الاصلي. ايه هو ده؟ بقى انت هتعلم بنت الباشا؟ والله عال، أما عرفوا ينقوا صحيح، قال جابوا لقرع علشان يسرح بنت السلطان. ايه هو ده؟ أقرع وبنت السلطان وسورة الماز. مين بنت؟ نعم بقى. وده ايه ده الراجل؟ أنت يا جدع أنت. نعم، عايزين أنت كمان. أقف على حيلك. أقف على حيلي؟ أقف على حيلك. أقف. ولا قف. طيب على مش كده. ايه ضاع منك حاجه انت الاخر؟ حلقه زمرد عدلولي. لولي انت فين عليك؟ مجنون. مجنون انت جاي هنا تعمل ايه؟ جاي ادرس بنت السلطان. بنت السلطان؟ بنت الباشا. بنت الباشا. انت المدرس الجديد؟ ايوه انا المدرس الجديد. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ يعني ضليع في قواعد اللغه العربيه، في اصول اللغه العربيه؟ ايوه، زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير واصول البقدونس والفجل الرومي. لا انت باين عليك مسحوب بلسانك. انت كمان باين عليك رغاي وغلباوي. انا بسالك مش ترد عليا؟ ارد عليك ليه؟ انت غلايني جاي تمتحني؟ من غير ما امتحنك، حتى شكلك مش باين عليه لا دروس ولا علوم ولا حاجه ابدا. وانت يعني شكلك صلاه النبي قوي، باين عليه مانجا وصبايط موز وعلى عيد عنب. لا انت قليل ادب. وانت كمان دمك بارد. لا مرفوع فندي، مرفوع فندي. تعالى هنا، انت جايب لي الحمار ده منين؟ اخرس حمار في عينك بجحل الحياه. اخرس انت قطع لسانك. اسحب يا لبعه. الله اتنيل واسكت. لا مؤاخذه يا سعاده الباشا. طلعوا برا، خرجوا برا يا زلنطحي يا جربوع. هو حضرته يبقى الباشا؟ امال يبقى مين يا مغفل؟ مفيش شوية تمييز؟ ما لو في شوية تمييز ده ما كانش يطلع باشا أبدا، لكن عشان بختي أنا بتاع الكلب يلبس باشا والباشا يلبسني جنادي. قصدي أنا أروح بقى. مع السلامة، اتفضل. السلام عليكم. مرزوق أفندي. أفندي بس سعادة الباشا. الراجل الجربوع ده هوسه عندك ما يخرجش. أنا هوديه بدهية، هخرب بيته. أنت عملت إيه يا منيل على عينك؟ أنا عارف. اسمع، انت عايز تبات هنا في السجن؟ سجن ولا احسن لك تروح بيتك؟ ده سؤال ده؟ طبعا اروح بيتي قوي. كويس خالص، طلعها من جيبك. طلعها من جيبك دي يمين. الاسوره الالماس بتاعتي. انا سايب اختشوا، انتوا بنسكم ايه؟ طب بس ما تتحمقش قوي، روق دمك شويه. دمي فين؟ انتوا خليتوا فيها دم. انا شفت دمك. انا حرامي، انا اسرق اسوره. لا لا انت ما سرقتهاش، بس يعني يمكن تكون اتحرجت، نطت جوه جيبك، دخلت جوه المنديل. ايه الكلام اللي عبر ده؟ تخرجوا المنديل ازاي؟ دي لما تدخل من هنا لازم تخرج من هنا. حطها لامك. ودي هدومي. What did you mean?
انا خلي فيه من النهار مش كويس مش كويس بطل كنت تفكري كويس؟ لا تفكر كويس ليه؟ عشان ما يتحرش دمي؟ ازاي؟ عشان ما يرتاح؟ ليه؟ خلاص يا استاذ متاسفين قوي خالص. متاسفين قوي خالص. تلخبطوا بسمعة الناس وتخربوا بيتهم متاسفين قوي خالص. يعني عايزني اعمل ايه؟ ابوس ايدك؟ ابوس رجلك؟ اقدم لك عليك استرحام؟ ارحام ولا حاجه بس سلف حظكم طلعوني بقى من البيت على خير. خلاص قلنا متاسفين وبقولها لك تاني مره متاسفين. عجبك عجبك ما عجبكش ان شاء الله ما عجبك. مرزوق افندي افندم اديله حاجه مش عايز حاجه اديله حاجه مش عايز حاجه عنك مع وسط مرزوق افندي ما تدينوش حاجه مرزوق افندي تعال معايا مرزوق افندي اديله حاجه مرزوق افندي مرزوق افندي مرزوق افندي كلام انا كنت بين النار الاسود ده انا سرحت من الشبيل النهارده اعوذ بالله انا بايه ده مفيش في الدنيا انسان واحد يبل الريق الدنيا ثورة وحشة قوي يا أستاذ. دنيا؟ أنا بدي هربت الدنيا، بدي أهرس الدنيا. هربتني هرستني. ناس وفي ناس. اللي في الشوارع دول ناس. اللي في بيتكم ناس. أنتم ناس. يا سلام، هو ما فيش ناس غيرك أنت ومين قال لك إن أنا ناس؟ أنا ناس. سمك بياكل في بعضه، سمك بطال، سمك عينه فارغة. أخص على سمك. وأنا هنا عشان لو بتعيش، تقول لحضرتك حرب الحلة. حلة؟ أسودة أسودة ما فيش مخ. موت وخلص تموت يا أستاذ أنا متأسفة قوي سامحني أنا السبب في ده كله مش عارفة أودي وشي فين تام لا تودي ولا حاجة سلامة وشك أنا كده أنا كان لازم أحصل لي كده أنا حياتي كلها كده 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 أنا المصايب تدور علي بكل اشتهاق زي العاشق اللي ملهلم ويدور على حبيبته. أنا يوم ما اتولدت قامت زلزلة في البلد. يا ساتر يا رب. أول جنيه قبضته في حياتي من شغلانة طلع مزيف. طب اسمع يا أستاذ، أنا غلطت معاك ولازم أساعدك، ولو إن أنا ما أخبيش عليك أول ما شفتك دمك لطشني قوي. هو ده آخر من حسن الحظ. مع إن أنا بالعكس أول ما شفت حضرتك استلطفت دمك قوي. أشكرك. طب اضحك يا أستاذ. اضحك عشان خاطري يا أستاذ. حاضر يا فندم. كويس كده يا مرزوق افندي. بابا نادي لو انت انا اسف قوي يا سعاده الباشا للي حصل، احنا كل اللي يهمنا ان سعادتك ما تكونش زعلان من اي حاجه. لا انا مش زعلان. الله، ايه اللي جرى هنا؟ الراجل ده هنا بيعمل ايه؟ سبحان الله العظيم. طول بالك يا بابا، انا هفهمك على كل حاجه. اصل يا فكيل ده انت ظلمت ولحت كده يا بابا مالكش حاجه. انا قلت لك انه انسان وحش قوي خالص. معلش يا بابا عشان خاطر المره والنبي. لكن انت مش ملاحظه هيئته المفركشه وهدومه المزلوطه المبربطه؟ ايوه صحيح يا استاذ، انت ما عندكش هدوم غير دي؟ توجد يا ستي توجد، نستلف ناجر. مع ذلك الهدوم داخله ايه في الموضوع بتاعنا ده يا سعاده الباشا؟ انا جاي هنا ادرس لكم ولا اتجوزكم؟ سمع الفاظه البايخه؟ ما هو صحيح يا بابا، المدرس بمخه مش بهدومه. ولكن انا ذنبي ايه كل يوم الصبح اصطبح بالخلقه المقندله دي بالعنكبوت اللي معشش حوالين وشه؟ دقنه دقنه تقبض قوي بنتي. يحلقها يا بابا يحلقها. لا على ازاي؟ ايوه يا استاذ تحلقها. يا ستي واحد شايل دقنه انتوا تعبانين ليه؟ تحلقها تحلقها ورجلك فوق رقبتك. يا مرزوق افندي. افندم. الراجل ده تاخدوه تحموه وتحلقوا له دقنه وتدوا له اوضه ينام فيها. حاضر يا فندم. اتفضل. اما اشوف يا انا يا هو المغفل ده. وانت يا ليلى حضري كراريسك، حضري كتبك بتاعه اللغه العربيه، لانك لازم تنجحي في اللغه العربيه. انا من دلوقتي ورايح عايزك تعتصي باللغه العربيه. أبجد
الأستاذ بقى منسجم أستاذ حمام نحن زغلين نحن زغلين من غير جناح بنميل ونطير أستاذ حمام نحن الزغلين نحن الزغلين من غير جناح بنميل ونطير والمكر فينا طبع جميل قلنا لا لا يعني نعمل أبجد زيد او حضر عمرو طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا ان جاء زيد او حضر عمرو طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا المبتدا هنجيب لك خبر من نظره واحده هيصبح عدم لو ابوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا انا اللي هصبح في خبر كانا بدل المهيرة عاقد صرمون ابجد هوس حطي كلمون شكل الاستاذ ده منسجمون ابجد هوس حطي كلمون شكل الاستاذ ده منسجمون ده كويس قوي بس بقى من فضلك دلوقتي فهمي اصحابك دول بدينا نشوف شغلنا حاضر يا استاذ اسمعي يا فيفي روحوا انتوا بقى دلوقتي وكلميني في التليفون بعد الدور عشان الكونكان بس خلي بالك لو كنت هتكسبي مني زي المره اللي فاتت لا ما تخافيش طيب اربع 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 ودلوقتي بقى نخش على الجد قولي لي هو حضرتك وصلت في النحو لحد فين كله يا استاذ المقرر كله حافظاه مي انا بس مش عارف ايه اللي كان لخمني يوم ما روحت الامتحان بتحصل كتير ارتباك اضطراب حالات نفسيه لا والممتحنين يا استاذ وشوشهم كده مش حلوه حاجه ما تفتحش النفس ما تشجعش التلميذه على انها تبين شطارتها كمان ما يقدرش يقولكم رقاصين عاملين تواليت عشان يفتحوا نفس التلميذات لا رقاصين ولا تواليت بس يعني وشوش سمحه اهو واحد زيك انت يا استاذ بطيبه قلبك اللي باينه في عينيك ودمك الخفيف ده لو كنت وقفت قدامي يوم الامتحان كنت خدت 50/50 ايوه ما هو قولي لي يا شاطره انت تعرفي اخوات كام امال يا استاذ ما اعرفهمش ازاي طب دي اسئله بتاعت سنه تانيه الا قولي قابله نعم انت متجوز الله عازب ليه؟ خلينا في اخوات كنا اخوات كنا يا مدموزيل احنا خلينا في اخوات كنا ايوه قولي من فضلك كنا ايوه ويا مكانا لا 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 يا مكانا يا مكانا دي في كتاب الف ليله مش في كتاب النحوي اعملي معروف يا مدموزيل خلينا في الدرس كنا كنا ايوه اصبح أضحى أمسى بات ظل مازال مبارحة مفاتئة منفكة إلا يا أستاذ نعم منفكة دي تبقى إيه؟ يعني مثلا أقدر أقول ساعة منفكة زرار الجاكيتة لا 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 جاكيتة إيه؟ منفكة مش يعني انفك من بعضه يقولوا منفكة زيد يمشي يعني فضل زيد يمشي لحد ما حفيت رجليه من فك عمر يأكله يعني عمر عجبه القلب فضل يرص في اللي قدامه وبلط على الصينية ولزق في كرسي السفرة يا سلام شوف حضرتك بتشرح ازاي بشكل ظريف بتوضيح جميل دلوقتي فهمت يعني اقدر اقول من
ايوه ممكن ممكن، بس يعني لو كان سوسو ده يحب البلحة مثلا، يحب اخاه، يكون احسن يكون احسن. انا بقول يعني مثلا مثلا اقدر اقول كمان من فكت ليلى ايوه تستلطفه. ما شاء الله، شوف شكلك بقى عالي ازاي يا استاذ فراخ. حمام يا سعد الوشا، اسمي حمام. اوه حمام فراخ زي بعضه، وانا حكلك بقيت كويس خالص، بقيت ابن ناس. ايه وصلتوا بدروس النحو لحد فين؟ لحد اخوات كان يا سعد الوشا. اخوات كان؟ اخوات كان دي انا اعرفها وانا لسه صغير قد كده اهو. اصبح مظبوط، ما زال تمام، من فك يا سلام، ما فتئ ايوه، من حل حلت يا سعد الوشا. من حلى؟ انت مش عارف ان من حلى دي من اخوات كانا؟ لا من اخوات كانا ولا عمت كانا ولا خالت كانا ولا تعرف ملك كانا دي خال. مرزوق افندي، الراجل ده بيقول ايه؟ الراجل ده جاهل مؤكد. الله، وسعادتك بتقول من حلى؟ امال بيقول ايه الصبح؟ من حلى من اخوات كانا مظبوط. امال كنت بتنكرها ليه؟ ان من حلى دي هي من اخوات كانا صحيح، بس يعني اخوات مش اخوات من اب تاني. ظهير ظريف خالص. انا كنت اتفقت معاك على كام هي؟ اظن احنا اتكلمنا فيه 700 قرش يا سعادة الباشا. 700 قرش ما يكفوكش ابدا، انا هعملهم 15 جنيه. مرزوق افندي افندي، ما هيئته 15 جنيه. ربنا يطول عمر سعادة الباشا. من حلى، انت فاهمني؟ من حلى. ايوه سعادة الباشا، من حلى، واظن كمان من خلع. من خلع؟ خلع دروسك انت، هتبتدي تهجس ولا لا؟ بلاش سعادة الباشا بلاش، مالناش اسمك في دي. كويس قوي خالص، استمر في دروسك. ليلى لازم تنجح في اللغة العربية. انت فاهمني يا استاذ فراخ؟ حمام يا سعادة الباشا، حمام. حمام فراخ، كله بيتاكل وكله بيندبح. تعال انا اضرب معايا. يا استاذ انت حبوب، حبوب قوي، انت ظريف، انا باين عليا حاسه ظرفك قوي قوي. يا ليلى هانم، الست سميرة هانم عاوزة حضرتك في التليفون. ايه سميرة؟ الله، هي رجعت تاني ولا ايه؟ استاذ حمام دقيقة واحدة، انا جاية حالا. انت ظريف، انت حبوب، حبوب قوي، ده انا باين عليا هبتدي استظرفك قوي قوي. عربية أحبك يا صديقي بكل جوارح، حتى أكلمك بالليل بعد ما يناموا. بحبك يا مضروب، بحبك. شكل الأستاذ له منسجم، له منسجم. صباح الخير. صباح الهنا سالم، صباح السعادة، صباح الكل. أنا جاهزة ومتحت الأمر. تفضلي. اعمل معروف، بطل لي كلمة حضرتك دي. أنا تلمستك ليلى
هو انت لما كنت في المدرسه مش كان لك تلميذات؟ طبعا. طيب يبقى خلاص من هنا ورايح انا ليلى وبس. بحس كده بقى انا كمان من هنا ورايح حمام وبس. طب تعالى يا حمام وقعد جنبي. ها قول لي بقى انت مرتاح هنا؟ مرتاح وبس، هو في احسن من هنا؟ لا قول لي صحيح، ما تخبيش عليا لحسن يهمني راحتك قبل كل شيء. والاكل انت بتاكل كويس؟ كويس وبس. طب ده الطباخ بتاعكم حطه قدامي جوز حمام وقال لي اتفضل يا استاذ حمام كل بعضك. هان وجابوا لك الاكل هنا مش كده؟ لا يا فندم، خدوني على المطبخ. مطبخ؟ هم ودوك المطبخ؟ ايوه كتر خيرهم، من انسانيتهم. من انسانيتهم؟ ده من قله ادابهم. على كل حال انت من هنا ورايح هتقعد معانا على السفره، انا وانت والباشا. انت لازم تعتبر نفسك هنا في بيت، لازم تكون في منتهى السعاده. استهاني منها، انا حياتي كلها ما تسويش نقدمها تحت رجليكي تمن بسيط لجبر خاطري ده. ايه الكلام ده؟ انت يظهر مش داري بروحك، مش عارف قيمتك. بص لنفسك بصه تانيه، انظر للحياه نظره حلوه، حب الدنيا. اذا حبيت الدنيا الدنيا لازم تحبك. ايوه معك حق، ما كانش في اتنين يكرهوا بعض زي انا والدنيا، لكن يظهر اننا على اصطلح سوا. ابتديت بس دلوقتي احبها، ابتديت اشوف نورها، ابتديت اكتشف كمالها. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير ونغنيها. والدنيا دي الكلمة من غير ولا كلمة، احنا اللي نكمل معانيها على معانيها. احنا اللي نكمل معاني على معاني.
اسمعوا يا ولاد، الاستاذ النهارده مزاجه مش رايق، روحوا كلموني في التليفون. ها المعنى الحلوة اللي عمالين يشرحوها دي. اوهو، انت بقيت شاعر. ايوه شاعر. شاعر. شاعر بلخبطك انت قوي. مهم. مش شغلي. اتفضلي من فضلك. درس المطالعة. يا سلام عليك. انت ملحوق كده ليه؟ ضيعت علينا الخيال الحلو. ايوه، ما هو الخيال الحلو بعد الحياه يعمل فينا فصل، ما يبقاش حلو ابدا. حضرتك داخله الملحق، والملحق ملوش ملحق. اتفضلي. ايه يا ريما؟ حب الامهات. امهات؟ امهات ايه يا مدوزي؟ ايوه امهات. انت ما تعرفش البلح الامهات؟ عارفه واكله وكل حاجه، بس يعني في الكتاب ده مش شايف له معنى بالكليه. مش ممكن تكون امهات، يا لازم حب الامهات. ايوه صحيح، برافو عليك يا استاذ، انا بحسدك. تحسديني على ايه؟ انت ذكي، ذكى هايل قوي. لا هايل ولا مايل، دي بدها ذكاء. دي عشان تكون امهات لازم يكون مؤلف الكتاب فكهاني، مش مفتش من وزاره المعارف. قالت الأم في فراق طفلها: يا حبيبي. إيه مش مظبوط؟ مظبوط، كملي. حبيبي، لو عتي إن غبت عني، أتعلم أن ليس لي أحدا سواك؟ يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك. يا حبيبي أنت نور حياتي. ده أنت اللي. أنا اللي؟ أنت اللي بتقلب بشكل جامد. بلاش ترسم حاجة. إزاي بس يا أستاذ؟ ده الوقت بيفوت والملحق مالوش ملحق. معلش أنا تعبان شوية النهاردة. بلاش. أنور، إزيك يا حيرة؟ مشغولة أبداً وحياتي. أنت كل شغلي، أنت كل فكري. أستاذ اللغة العربية يا شيخ بلا خيبة. بابا محكم رأيه أخش الملحق. أنت ملحق غرامي، أنت دبلوم سعادتي، أنت ليسانس هنايا. بحبك يا مضرور، بحبك. على
العين ويصحيها من عز النوم ويفوت الروح ويطير بيها الدنيا في يوم. ولما القلب يجي يفرح ساعة ما الاقيه قاعد جنبي دقت قلبه مع قلبي. أنا رحت في داهية. إيه ده؟ استنى، ما حدش يفتح الباب، أنا بغير هدومي وبعدين آخد برد. يعني حيكون مين غيري يا حلوة؟ ما أنتش عارفة خطتي يا كتكوتة. اوعي تكوني جيتي من صوت الكلاب اللي في الجنينه. لا بس انا اصلي تعبانه شويه. يا ندمتي، اوعي تكوني بردتي. وده برضه غطا تتغطيبه. يا سلام عليكي، ما بتسمعيش الكلام. انت لازم تتغطي بغطا تقيل. الله، فين البطانيه؟ تعالي هنا بس، انت رايحه فين؟ هجيب لك البطانيه تتغطي تعرقي تصبحي عالي العال. انا دفيانه، انا حرانه. اف يا دادا، قولي لي اعمل لك ايه؟ اعمل لك فين قالتيليو؟ ايوه، روحي اعملي لي فنجان تيليو اوام. حاضر، من عينيا الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ده جيمي. بس يا جيمي، يقطعك يا جيمي. صدقتي بقى دلوقتي؟ يعدمك حسك يا جيمي. هو ماله صوته خشن الليله كده؟ يكونش خد زكام راخر. التيليو يا دادا، التيليو الحقيقي. حاضر حاضر، من عينيا الاثنين. ياهو يا خرس بقى، انا لا تروح. يوه، انت سعرت الليله ولا ايه؟ تعال 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 بس، قوم. كفايه، عملت اللي عليك يا سي جيمي. وجب لها، انا روحي بقى في رجليه. وايه يعني الصوت المزعج ده؟ حضرتك كان لازم تهتز. اعمل ايه؟ قعدت اعوش فيها لحد ما سرت. الله الله، انت لازم خدت برد. ايوه، سرت القمر والنجوم، اصل رجلي عافيه. انزل بقى قبل ما ترجع بالتليو وتبقى مصيبه. تعالى بس، انت هتنزل حافي. هنزل حافي احسن ما انزل مضروب. لا لا، استنى، انا هدور لك على حاجه تلبسها في رجلك. اجيب ايه؟ خد دي البس. البس دي؟ ايوه، مؤاتم. مش حكايه مؤاتم دي، ما تخشش في صبع رجلي. امال يعني عايز نعمل لك ايه؟ افصل لك جزمه؟ لا لا، مش مهم، انزل كده. تعالى بس لحسن تعيا، انا هروح ادور لك على حاجه. سلام سلام.
هي نامت ولا ايه؟ لولياتي انا جبت لك اسبرين على ما يغلي التلج. الله، انت طفيتي النور ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي النور راكبه عفريت ولا ايه؟ انت لازم النور عندك خسران، هبعت لهم بكره يصلحوه. دي حاجه تلبش قوي. قومي يا لولا جبت لك الاسبرين. قومي يا حلو، قومي يا رحدان، قومي يا ست دان، قومي يا طيبة، قومي يا حلو، قومي يا اختي بقى بلاش دلع. الله، قومي امال. انا في عرضك. بس يا ولية بس. الحقوني الحقوني. حرامي حرامي. مش حرامي حمام. وش جابك هنا؟ حقوني بصيتي شوية. اهدى، ازاي رجلك تنسحب وتيجي لحد هنا؟ ده انا هوديك في داهية، ده انا هطلع حمام عينيك يا باشا. انا هوريك، انا هطلع عينيك. انا هضرب في المليان. اي حركة هتطلع هضرب في المليان. ليلى ليلى، انت صاحية ولا نايمة؟ ليلى ليلى هنا ما شاء الله. سعادة الباشا، في ايه؟ خير ان شاء الله. انت ما شفتيش حد اتشعبط من هنا ولا حد طلع على البلكونة؟ اتشعبط؟ ابدا يا سعادة الباشا. ابدا ازاي؟ انا سامع الكلاب ودني بتهوهو. مرزوق افندي بتهوهو. ايوه بتهوهو. حاضر. وكمان الغفيل قال لي انه شاف واحد بيشعبط على البلكونه. هي ليلى فين؟ في الحمام يا سعادة الباشا، بتاخد دش. بتاخد دش؟ وفي حد ياخد دش بالليل؟ ازاي ده؟ لا يا سعادة الباشا، مش هي، ده جيمي بتحمي جيمي. ما تتشققش يا جيمي، خدلت ايدي يا جيمي. اسكت جيمي. والله العظيم ارمي وكنت في ايديا كمان عشان معمر. بس ما اقعدش هنا. استنى بس، انا كمان مش هقعد هنا. انتي ليه؟ هنهرب سوا. نهرب سوا؟ ايوه، الليله الساعه 10 انتظرني في الجنينه العربيه، هتكون جاهزه. انا رجعت نفسي، ما يصحش نعمل عمل زي ده ابدا. وبعدين يعني انت هتمسك العوض؟ قوي 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 قوي. انا يستر مني فضا. يستحيل يستحيل. تعرف ان ما طوحتنيش شويش؟ تعرف ان ما طوحتنيش حالا وركبت معايا هجيب لك مصيبه. لما تجيب لي 6000 مصيبه انا استحيل اطوحك على الطيش والدفع بتاعتنا. تعرف ان ما ركبتش حالا انا هصرخ وهيج الدنيا واقول انك بتحرضني علشان اطفى شويه. تصرخي تلطمي تصوتي مفيش فايده. كده كده يا بابا. اسكتي. هتركب؟ اركب. إيه.
بتلف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقه ويخف. عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقه ويخف. تسمحي لي كلمه واحده؟ قول يا نور العين. بدي اعرف نفسي اعرف احنا رايحين فين؟ رايحين على البلد اللي اتجمع شمل العشاق نفرح ونغني ونودع عهد الاشواق. رايحين على البلد اللي اتجمع شمل العشاق نفرح ونغني ونودع عهد الاشواق. والله انا حاسس لا مفيش. احاسس بايه قول ما تخبيش. حاسس بمصيبه جياني يا لطيف يا لطيف. مصيبه ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف. حاسس بمصيبه جياني يا لطيف يا لطيف. مصيبه ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف. انا عايزه حاجه. حاجه ايه؟ حاجه تجري؟ اكل ايه؟ امال عايزه ايه؟ عايزه اكل، عايزه اغني، عايزه ابوسك مش عارفه ليه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. جبتك معايا عشان تقسم ليله هنايا وفجر غرامي، وانا ليا من غيرك يشاركني فرحه امالي وهنا ايامي. جبتك معايا عشان تقسم ليله هنايا وفجر غرامي، وانا ليا من غيرك يشاركني فرحة امالي وهنا ايامي. علشان انتي انتوي بالنا الولاء احددتني وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي. علشانك انت انتوي بالنا الولاء احددتني وادخل جهنم وانشوي واقول يا داودي. علشان انتي انتوي بالنا الولاء احددتني وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا داودي. عشانك انت انكوي بالنار ولا احكي التيدي وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا دهوتي. عشانك انت انكوي بالنار ولا احكي التيدي وادخل جهنم وانشوي واصرخ واقول يا دهوتي. طربوشي بطربوش حكايه. خط ايه؟ ما تخافش اديها طربوش هتشيله عندها واحنا خارجين هتديهولك تاني. الاصول كده. اصول كده؟ فاضي الاصول كمان على عليها الجزمه انا اخش فيها. بس بقى ما تعملش كده. تعال اصلي ما عنديش طربوش غيره لو راح. طب اسكت بقى ما تكسفناش. انور فين؟ ده منطقة لحضرتك على نار. اتفضلي. تعالي هنا. احنا جايين هنا نعمل ايه؟ بس اسكت شوية يا حمام. ثم بدي افهم انا الاستاذ انور اللي بسأل عنه يطلع مين؟ انور حبيبي. لا اله لا اله. تعال تعال روح قلبي. انا كنت خايف لا يصدق اي مانع يحرمني منك. هو في شيء في الوجود ممكن يحوشني عنك يا حبيبي؟ يعني بتحبيني زي ما بحبك اكتر واكتر. انت ليه النهار على بالي؟ دايما في قلبي، في روحي، في عيني، في كتاب الدروس اللي بذاكر فيها. كل حرف قدامي انت، كل صفحة انت، وش بابا انت، وش دادا انت، وش حمام انت. وش حمام؟ لا دي اهانة، انا احتاج. اجيب لي تشربي ويسكي شمبانيا. ميرسي. كويسة شمبانيا. يا صور شمبانيا. دخلت ميرسي. شايف انور؟ شايف؟
معي بس. انت تروح حالا تقول له ما كانش قومها من جنبه انا هطبق عليه الكباريه اللي نادي. قالي بلاش جنان، كل ده كويس علشانك. يغيظني كده قدام عينيا، انا لازم اموته، انا لازم احرقه، انا لازم اشوه وشهم بازازه ميه نار واروح فيهم في داهيه اللي نادي. مين يا جسم من ملبن على عقل من حجر؟ بنت واحد باشا، راح اموال، بنوك، مجوهرات، كل دي حصلتني تجيبك انت وهو. بس عقلي وخليه يشتغل. اشتغل اخويا اشتغل. حلاوتك. لا يا حبيبي انا ما يهمنيش، انا لازم اقطعهم حتت واتفرج عليهم الكباريه اللي نادي. اسمعي تهيلي عشانك. مش يفهمك. شايف الواد انور؟ كل يوم وياه صيده جديده. لازم وراها فلوس يجردها ويرميها زي ما جرد اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها. انما ايه اللي رماها الرميه السودة دي؟ تلاقي واحد مغفل جابها لغايه عنده. الصحه يا حياتي. قومي انت مجنون تقولي عليك كمين. خلاص قولي مالك. استنى بس. قومي مش احسن. طيب قومي سيب قيد على بعدين. اه يا بتاع الفلوس يا بتاع اللي قبلها قومي. انت راجع عليك يا اصلا الحق انا في عرضك. عرضي ولا طولي؟ عايز تقول ايه؟ حضرتك مش موجود هنا عشان تحافظ على الامن طبعا، وانه اذا حصل اعتداء على الارواح على الاعراض على الشرف مش انت مكلف تعيش كل ده؟ ضروري. عظيم. عايز كده. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه كام دلوقتي؟ بقى طالع تجري وزعق في الشارع وتقول يا شاويش حسن تستنى. ايوه 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 يا ابو أنا متأسفة قوي للي حصل. لا أبداً مفيش حاجة، حصل خير. بس أنا خايفة لحسن يكون جراله حاجة. في حد يرضى يجيب معاه بقف زي ده هنا؟ يعني كنت عايزني أجي هنا لوحدي إزاي؟ بس يعني ما كانش في حد غيره؟ ده غجري قوي، ده بهدلني ضربة في بطنه. من حسن الحظ الناس افتكرتها نمرة. صحيح. مفيش حد يبقى في السجن معاه. أنت راجل يا محمود، أنت مش ناوي تبقى يا جرسون. علشان احافظ على الامن، على الاموال، على الاعراض، على كل حاجه. عايز ايه؟ عظيم. عايز كده. النهارده ايه في الايام؟ امشي الدار ده هي تاخد اجلك. راجل مكتوب. عارف ان شفت وشك تاني؟ بالشلوت. فاهم؟ بالشلوت. امشي الدار ده. يا حنن يا حنن. لا 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 يا حنن. ايه؟ اعوذ بالله. انت لامه دي في دمكم يا اخي. اتفضل. لا اتفضل. ايه بس افهم مني كويس. افهم منك ايه؟ عايز ايه؟ جنيه؟ لا مش حاجه جنيه. امال حكايه كام؟ دفتر الشيكات مش في جيبي. متاسف قوي يا اخي. اعمل معروف ابو سيد. اسمع مني يا اعمل معروف. اسمع منك. اتفضل يا سيدي سمعني. اطربني غني لي. جماعه فستانين، جماعه مجرمين، جماعه بلطجيه، عايزين يفسدوا اخلاق بنت شريفه، بنت طاهره، بنت واحد باشا. انت واحد باشا؟ باشا جنسه ايه ده؟ من اللي بيطلعوا في السينما؟ يا سيدي باشا صحيح، باشا حق وحقيقي. طب وانا ايش حشرني في الموضوع؟ بس تساعدني نخلصها من ايديهم وينوبك صواب. الله،
ويا فين متلباش؟ هنا هنا جوه هنا في جهنم الحفره دي. طب وانا احشر نفسي في حكايه زي دي بصفتي ايه؟ اي صفه؟ ابن عمها، ابن خالتها، عرفت انها جوه، طلب الدم في دماغك، دخلت جوه كسرت الدنيا، مسكتها من ايديها نتشتها طلعتها على بره ولا دوق بره. سيب الباقي عليا. ابن عمها والدم ضرب في دماغي وكسرت الدنيا واضرب زي ما انا عاوز. زي ما انت عايز. ما عنديش مانع ابدا، اتفضل. اتعب اتعب. هنا بص بص على ساعة البيع وقفت. يا فين بنت الباشا؟ هناك اللي قاعدة في الركن اللي هناك ده. هي اللي بتضحك دي؟ ايوه ايوه هي دي. ايه هو يعني ايه؟ حلوة قوي. ايوه حلوة قوي ودمها خفيف قوي، بس انا جايبك هنا عشان تخلصها مش عشان تبصبص لها. لكن دي حاجه تهوس خالص. لا 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 يسهر انت، يسهر مش نافع ابدا. لا ازاي دلوقتي تشوف؟ اكتب عليا ولا تقول لي.
يلا يلا سيبني يا دنيا دي من طبيعتك. انا هضربك في الارض. اللي اوعي ايدك ما تبقيش مجرمه. مجرمه اوعى. انت مالكش دعوه. وانت اللي فرحان بمزحمه الستات عليك. حسابك هيكون معايا انا. ومعايا انا كمان يا بتاع اللي قبلها وقبل اللي قبلها. ايه البلاوي دي؟ حضرتك تبقى مين؟ تتحشر ليه؟ انا ابن عمها. ايوه ابن عمها. ابن عمها؟ ابن عمي. ابن عمي ازاي؟ ايوه انا ابن عمك. ايوه ابن عمك. فوتي قدامه. فوتي يا جن مصور. هو ايه اللي ابن عمي؟ انت ابن عمي منين؟ ابن عمك غصب عن حبه عينك. فضحت العيلة. سودت وش ابن عمك. فضلي تعالي. استنى عندك اللي هياخدها من هنا انا هكسر دماغه. اتفضلي معايا. انا ما اعرفكش. انا ابن عمك. لا انت مش ابن عمي. لا 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 انت كترتها قوي. لا تفوت انت كمان. طب خلاص اتفضلي. الحمد لله ربنا وداني فيك يا مفهوم. ايه ده يا منظير؟ ازاي واحدة في مركزك تعرض نفسها للبهدلة في محلات زي دي؟ وتغني وترقصي وتشربي؟ وتغني وترقصي وتشربي؟ قول لها يا سيدي قول لها. وحضرتك كمان انت باين عليك راجل تفهم، راجل ذوق، راجل لطيف، ازاي تسمح لها تعمل كده؟ انا سمحت ولا اتنيت؟ دي ده اللي جتني ما اعرفش ازاي لقيت نفسي جوه. ازاي دخلت؟ منين دخلت؟ الله اعلم. بدك تتفسحي؟ المطارح اللي تقلق كتير. استشيري حضرته. خدي رأي حضرته. ايوه خدي رأي حضرته. مش تبرطشي حضرته وتحرقي دم حضرته. انسان موزون كامل زي ده انت لازم تاخديه صديق امين. ايوه تاخديه صديق امين. تاخديه حبيب مخلص. ايوه حبيب مخلص. حبيب مخلص. كلامك كويس. كلامك حلو. مخلص مخلص والله العظيم مخلص. مؤكد مخلص. انت تعتبريه زي والدك تمام. ايوه تعتبريه زي والدك. ايه ايه في ايه؟ لا ولا حاجة. طب سوق بقى وحياة والدك انت. على فكرة انا ما قدمتش نفسي. انا اسمي وحيد صفوت طيار. طيار؟ ايوه طيار في شركة مصر للطيران. وحضرتك؟ انا زيك كده برضو. ايه طيار؟ ايوه طيار. طيار بس حضرتك بتطير بالزيت والبنزين. وانا بطير بالفول والذرة. بالفول والذرة؟ حمام. اسمي حمام. ظريف. ظريف قوي. طب حضرته عرفناه حمام والمضمزيل عصفور. يا افندي اسمح لي اقول لك انا عمري ما شفت واحد ابرد منك. يا خبر باي وش جاي تكلمني بعد ما اتجرأت يا قليل الادب وضربتني بالقلم. انا من ساعتها لدلوقتي مش مسامح روحي. ازاي ايدي دي اللي تستاهل قطعها تتمد على الخد الناعم الرقيق اللي زي خدود التفاح ده. ايوه بس بلاش تفاح وبرتقال دلوقتي. احنا في السكه. بص قدامك. ارجوك يا مطمزيل سامحيني. وبدال القلم اللي ضربته لك اضربيني قلمين 3 10 15. وبعدين بقى انت مش عاوزه تضربيني؟ بس قوليلي فهميني خدك ده جنسه ايه؟ انا من ساعه ما لبستك وايديا دي متكهربه منمله. ابوس ايدك اضربيني. ابوس رجلك اضربيني. بقى اسمع هنا انت تحفظ ادبك وتتعدل في كلامك لحسن. والله العظيم اللي هيضربك هو انا. سامحيني سامحيني من فضلك. طب ادي ايدك هي. طب ادي راسي. يا خبر. يا خبر ولا حاجه كده كويس. بقيتوا خالصين. سوق قدامك. سوق السكه قدامك. سوق. يا سلام بقينا خالصين. ده الم المنى. الم الهنا. الم السعاده. مش هنروح لنادي يا سيدنا يا فندم. سيبنا من الم الهنا والم السعاده. خلينا دلوقتي في الم المرور. السكه قدامك. سوق. طيب يا اخي بس يعني ما اكلمش. لا ما تتكلمش. ليه يا استاذ حمام؟ سيبه يتكلم على كيف. هو حد هيرد عليه؟ اتفضل قول اللي انت عايزه. ايه؟ طب خلاص اتفضل اتكلم قول اللي تقوله. دش. يا ترى المدمزيل مخطوبه؟ دي مسجره خالص. مخطوبه ومشبوكه وكل حاجه. يا خساره يا خساره. لا ابدا. ليه الكذب ده؟ انا مش مخطوبه. كده اذا يا مدمزيل في امكاني اني اقول لك اني من ساعه ما شفتك حبيتك. حبيتك من كل قلبي حب شريف
واتمنيت على الله انه يكتب لي السعادة في القرب منك. الله كويس كده؟ انبسطت يا حبيبك؟ الشفارة هترد عليك. طب اربط اربط عندك. ابو تسامي عشان ما وصلت. بس طول بالك يا اخي، يا حاج اتجنن اديني ربطت. انزل فين؟ هنا 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 في بيتنا. بيت مين؟ بيتنا، بيتنا اللي ساكنين فيه. انزل يلا. استنى عندك انت. بس ليلتك سعيدة. ليلتك سعيدة يا استاذ. قول لي، هو بيت الهانم هنا؟ ايه السؤال البارد؟ انت مالك انت هنا ولا مش هنا؟ ما تسيبه يسأل. سيبه يسأل، سيبه. يلا ابنا يلا. قول لي من فضلك، لو والدي حب يقابل سعاده الباشا والد الهانم يبقى يجي له هنا في البيت ده؟ ايوه اهو يجي له هنا في البيت ده. في البيت ده في البيت ده بكل امنيه. ها يجي له هنا في البيت ده. متشكر. ليلتك سعيده. ليلتك سعيده. في البيت ده. مع السلامه. يلا بقى في البيت ده. بصي قدامك. استنى بس، انت موديني على فين؟ تلمي بقى، تلمي خيلتك اللي زي بعضها دي. انت طلعتيني فين؟ كنتيني فين؟ نعم نعم الله عليك. استنى شويه من فضلك. عاوزين ايه حضرتكم؟ عايزين نعم، عايزين كوبايه ميه. كوبايه ميه ليه؟ تكونوش فاكرين هنا قهوه؟ ناس عطشانين. ايه الميه عندكم غاليه للدرجه دي؟ مش مساله غاليه ورخيصه، انما يعني جايين في ساعه زي دي تخبطوا على بيوت الناس عشان تطلبوا كوبايه ميه؟ ايوه. مش هو ده بيت اسماعيل بيه؟ اسماعيل بيه مين؟ اسماعيل بيه، اسماعيل بيه ابو مناخير. لا ابو مناخير ولا ابو حواجب، مفيش هنا حد بالاسم ده. يبقى بقى لازم غلطنا في البيت. لازم البيت اللي قبلكم. البيت اللي قبلنا بتاع دق الطبول. طبول؟ يبقى بقى البيت اللي بعدكم. واللي بعدنا بتاع زكيه هانم كعب الغزال. يبقى بقى غلطنا في الشارع كله. سلام عليكم. مفيش سلام عليكم، تعالوا هنا. انتوا ما انتوش منقولين من هنا على البوليس، انا هوديكم في داهيه. يا حراميه، يا رصوص، يا محمد، يا عثمان، امسكوهم. كتفوهم، دي نمر جديدة بتعملوها في السرقة يا حرامية يا غجر. ايه؟ ايه؟ سعادة البيت؟ في ايه يا سليمان؟ مين دول؟ يوسف بوهبي. يا خبر يوسف بوهبي بتاع سلمك؟ يا خبر مطيب. يلا بينا اهو. يلا ما حدش منكم خارج من هنا الا على البوليس. يلا اتفضلوا كلموا سعادة البيت. يلا بونسوار يا أستاذ. بونسوار، عايزك تقولي بونجور. احنا بقينا الصبح. أفندم يلزم خدمة؟ أيوة، احنا جايين هنا علشان علشان اتفضل حضرتك انت بقى، قوله احنا جايين هنا عشان ايه؟ عشان غرقتنا تتقندل أكتر وأكتر. لكن أنا مش فاهم حاجة أبدا. مين حضرتكم؟ ايوه حضرته المدرس بتاعي. اسمه الاستاذ حمام. حمام؟ اسمه حمام؟ ايوه سعادة البيه، حمام. اسمي حمام، سموني كده عشان كل واحد يقلس عليا شويه. وحضرتك تبقي مين بقى؟ حضرتك يا سيدي ليلى. ليلى بنت مراد باشا اللي ساكن جنبكم هناك في اخر الشارع. كده تشرفنا. اهلا وسهلا. اتفضلوا استريحوا. وايه اللي اولاني الشرف الزياره اللطيفه دي؟ والله يا استاذ احنا في الحقيقه احنا كنا كنتوا ايه؟ كنا بنمشي رجلينا علشان نشم شويه هواء. تشموا شوية هوا الساعة 2 بعد نص الليل؟ أيوة، عشان هوا النهار فالسو مش قد كده. طيب وبعدين؟ وبعدين ما تعرفش إيه اللي طلع في عقلنا؟ طلع في عربيتنا مش طلع في عقلنا. طلع في عربيتكم؟ حاجة كده قالت لنا خبطوا على الأستاذ. قمنا خبطنا على الأستاذ. لكن برضو أنا مش فاهم حاجة أبدا. أنت عايز الحقيقة يا أستاذ؟ احنا جينا هنا عشان نستخبى عندك. نعم ليه؟ لاننا قتلنا قتيل. يا للهول، قتلتم قتيل؟ ايوه ذبحنا واحد. يا حفيظ ذبحتوا واحد؟ ايوه ايوه ذبحنا واحد. ايه مستكتر علينا نذبح واحد؟ طب سعادتك ذبح ملايين. ظريف قوي شغلوله فندي ده.
ومع ذلك اللي قدامك دي تذبح بلد بزيها. باين في عينيها البراءة وباين فيهم المكر، باين فيهم السحر والدلال، وباين فيهم العفرتة. يا أستاذ. نعم. إزاي حضرتك؟ أرجوك اسكت أنت. الساعة 2 بعد نص الليل وسط الهدوء والسكون، فجأة على غير انتظار ألاقي قدامي العينين الحلوة دي، الشخصية الغريبة دي، الروح اللي تجعل الإنسان يهيم في سماء الخيال ويسبح في اللانهائية. يا أستاذ. نعم. إزاي حضرتك؟ أشكرك. وإزاي حضرتك؟ نشكرك. يلا ابن يلا نستأذن بقى. لا ده مستحيل، لسه بدري. سعادة البيه، الأستاذ محمد عبد الوهاب يقول لسعادتك هو جاهز. كده؟ أنا جاي حالا. عبد الوهاب؟ الأستاذ عبد الوهاب اللي بيغني؟ أيوه هنا، موجود جوه. يا خبر، لكن ده حاجة مش معقولة. إزاي؟ مش مصدقاني؟ لا مش مصدقينك إزاي؟ أهو ده اللي كان ناقص عشان تروق وتحلى وتبقى عال أوي أوي أوي. يلا ابن يلا يلا. لا استنوا. ده هيغني دلوقتي. هيغني كمان؟ الله، أنا في عرض النبي خلصنا من جهنم الحمرا دي. عبد الوهاب ويوسف وهاب في بيت واحد. يعني نفد من ده يطلع لنا له يا ابو نجم المهلك يا رب. يلا يلا يا اسمع يا حمامه فندم. يا استاذ. نعم. هو صحيح عبد الوهاب هيغني دلوقتي؟ ايوه هيغني قطعه من الروايه اللي بألفها له. وموضوعها ايه الروايه دي؟ موضوعها انه الانسان اللي بيحب حب عظيم ومن صميم القلب ما يقفش في طريق سعاده حبيبته، بل بالعكس حتى إذا كانت حبيبته بتحب شخص غيره. الله، ده موضوع هايل جدا. دي هتكون رواية عظيمة جدا. دي هتكون رواية بيضة، رواية ملهاش طعم. بتقول إيه يا حمام؟ وطبعا هتكون رواية بيضة وبيخة كمان. في حد في الدنيا يكون بيموت في حبيبته وبيتفرج عليها وهي مع غيره؟ مؤكد. وينبسط ويفرح لها كمان ويضحي بنفسه في سبيل سعادتها. لا 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 لا، ده كلام فارغ قوي. يبقى مين اللي قال في الروايه دي؟ طيب انا حدي لك مثل بسيط. قدامك المدموزيل الحلوه دي، لا سنك من سنها ولا انت من وسطها ولا يوجد اي تقارن بينكم. ايوه صحيح، مفيش. لنفرض مثلا إنك بتحب المدموزيل مثلا. أيوه يا أستاذ. أيوه إزاي يا أستاذ؟ يا ستي بقول مثلا يا خلاص نزيد. أيوه يا أستاذ. لنفرض إنك بتحبها حب عظيم ومن صميم الوجدان. أيوه يا أستاذ. أيوه إزاي يا أستاذ؟ ده مش ممكن. يا ستي بقول لنفرض وخلاص، شفتي جاب المأذون؟ ايوه وجدان من صميم الاستاذ. ايوه استاذ من صميم الوجدان. ولنفرض مع الاسف الشديد انها ما بتحبكش، بتحب شخص اخر. طبعا وانا كنت عميت. صحيح. هل في الحاله دي انت يا محب يا مخلص علشان خاطر انانيتك وحب ذاتك تقف في سبيل سعادتها؟ لابد انك تضحي بنفسك علشانها، كما قال الشاعر: وكل مرادي ان تكون هنيئه ولو انني ضحيت نور حياتي. ولاد البلد بيقولوا اذا كان حبيبك في خير تفرح له. افرح له، لازم افرح له. لكن اذا كان حبيبك ده بتاع كباريهات اللي قبلها واللي قبل اللي قبلها لا باردون، ساعتها يجب عليك انك تتداخل، تمنعها، تنقذها. ولما يكون شاب لطيف ظريف طيار مثلا. طيار. ما اذا كان طيار بقى ده يطير اللي قدامي. عبد الوهاب.
بدأ أغنيته.
في كثير من رواياتي في الضحية البريئة. ميرسي يا أستاذ، متشكرة. ما الدنيا إلا مسرح كبير. أستاذ حمام، مالك؟ جرى لك إيه؟ لا، ما فيش حاجة أبدا، بس الجو كان مكتوم شوية وقلنا عبد الوهاب ده كمان يجرح القلب. أنا مستوي كده. لا لا لا، أنا غلطانة،
أنا مش فاهمة، صدر مني كلمة كده غصب عنه، أنا كنت بهزر معاك. أرجوك يا أستاذ، إذا كنت أسأت إليك تسامحني. أسأتي إلي؟ أنت بالعكس أحسنتي إلي. أنا كنت زي الولد أعمى، ما حسش بنعمة النور. أنت الشعاع اللي أرسله ربنا عشان ينور ظلام قلبي. من حبك أنت حبيت الحياة، كل حاجة تسعدك أصبحت تسعدني. وإذا كنت بلوم نفسي على شيء، وأرجوكي تسامحي وكوني طمعت في أمل ما كانش يصح زي إنه يفكر فيه أبدا أبدا. أستاذ حمام أنا يا طيارة بتاعت الطيارين، هو راح فين الجن المصور ده اللي طلع لنا من تحت الأرض؟ لازم روح. روح ده زي ما حمار، أنا لو كنت محله ما كنتش أتنقل من هنا المغفل ده. أنا هنا والحمد لله اللي ما اتنقلتش من هنا. أعذرني يا أستاذ حمام، أنا بلوم نفسي على كل اللي صدر مني، أنا ما كنتش فاكر إنه بالشكل ده. وأنا وحياة عناية يا أستاذ حمام، ما كنتش أعرف إن شعورك ناحيتي حيوصل لكده، ولا كانش يخطر ببالي إني أستحق منك العطف الكبير النبيلة. أستاذ حمام، أنا عاوزك تفهم كويس إني يستحيل أبني سعادتي أنا على تعاستك أنت، يستحيل، يستحيل. وأنا أأكد لك إن مركزي اتغير خالص دلوقتي، ومش ممكن أفكر في الجواز إلا إذا سمحت لي أنت. وأنا كمان يا أستاذ، مش ممكن أفكر في الجواز إلا إذا سمحت لي أنت. طيب، إحنا مش في كده الوقت. احنا في الباشا اللي لازم نلحقه قبل ما يصحى من النوم وتبقى مصيبه. ربنا يتقل في نومه ويخمده لحد ما نوصل بالسلامه. اتفضلوا اطلعوا. اتفضل يا استاذ اتفضل. لا الديريكسيون هنا. الديريكسيون ده بعدين. ضحيت هنايا فداه. وحعيش على ذكراك.